دقيقتين وبس. معلومة طبية. السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. هرمون البرولاكتين أو هرمون الحليب هرمون بتفرزه الغدة الدرقية. إيه أسباب زيادة هرمون البرولاكتين؟ الهرمون ده موجود بصورة طبيعية في الرجل وفي حدود نسبة لا تزيد عن 15 نانو جرام برملي، وفي السيدة الطبيعي بتاعها بتكون حوالي 25 نانو جرام، ولما بتدخل في عملية الحمل والولادة بتزيد النسبة 10 إلى 20 ضعف هذه النتيجة. وهرمون البرولاكتين مهم جدا في المرأة لأنه بيحضرها ويحضر جسمها للمولود الجديد وتوفير الحليب الضروري له. أما في الرجل فوظيفته مش معروفة بالضبط، ربما تكون مرتبطة بالإشباع الجنسي عند الرجل. أما أسباب زيادة هرمون البرولاكتين في الرجل فهو يا إما الغدة البيتويتري، الغدة النخامية فيها خلل وفيها اضطرابات، أو التعرض لحالات التوتر والإرهاق الشديد، عدم الالتزام أو ممارسة الرياضة، وأيضا بعض الأمراض مثل أمراض تليف الكبد. أما زيادة الهرمون بالنسبة للمرأة فهي نفس الأسباب التي ذكرتها للرجل مع أسباب أخرى. فقد يزيد هرمون البرولاكتين نتيجة تعاطي بعض الأدوية كما هو الحال في أدوية منع الحمل، كما أنه بيزيد في حالة تكيس المبايض، وأيضا بتزيد نسبة البرولاكتين بشكل فسيولوجي لما يتم تدليك ثدي المرأة بعد الولادة. فهذه الأمور بتزيد هرمون البرولاكتين. دقيقتين وبس. معلومة طبية.